بمحكمة الاستئناف بوجدة انعقدت الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة. عقد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في مجال التفتيش التسلسلي والتكوين المستمر لفائدة القضاة، وذلك لمواكبة التطورات والتشريعات خاصة في مجال العدالة. عقدنا هذه الجلسة الرسمية وتم الوقوف على جميع الأعمال التي قمنا بها سواء على مستوى تصريف القضايا أو على مستوى تفتيش تسلسلي باعتبار الرئيس الأول والوكيل العام مفتشين للأخلاقيات القضائية على صعيد الجهة، وكذلك ما قمنا به على مستوى التكوين المستمر. عقد هذه الجلسة الرسمية يشكل مناسبة لاستعراض حصيلة أنشطة هذه المحكمة ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية برسم سنة 2022 وتقديم خطة عمل سنة 2023، وكذا دراسة الإكراهات التي تؤثر على تحقيق النجاعة القضائية. التقليد القضائي الراسخ هدفه بالأساس هو استعراض جهود قضاة المملكة وقضاة الدائرة القضائية حول معالجتهم لمختلف الملفات التي طرحت هذه السنة. نسجل بارتياح وبإيجابية للمؤشرات جد إيجابية فيما يتعلق بالمعالجة القضائية لمختلف الملفات. انعقاد الجلسة يأتي في سياق تتبعه مجموعة من الإصلاحات والتحولات العميقة التي تعرفها السلطة القضائية، لا سيما دخول القانون رقم 1538 المتعلق بالتنظيم القضائي حيز التنفيذ. وبنفس الحدث تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض قضاة هذه المحكمة.